بروح الوعي. اليوم حلقتنا عن ريسينج فايتر كوازاكي ار 650. السلام عليكم. اليوم يا سلام مره ثانيه بارتون نسوي يا شباب التوز قاعد يفرشون عليكم. يس وزع مسبونسر حركات النوم. ان شاء الله مواكي سمعونا زين سوينا لنا سبونسر هالنوت كذي. سكت بروحي يمكن ان شاء الله يعني يقبلون الريكوست اللي سويت لهم هالنوم. صدق والله سويت لهم ريكوست حق مواكي ان شاء الله خير. ايه فاليوم البروجكت مالنا نشتغل عليه هو نبدل كلتش الاويل. This one. يس علي بي بشرح لنا الحين. يس كلنا هاي عندك الكلاتش okay. 7 حبات وعندك السميدي والله ما اعرف شو اسمه الديسك مو فكشن بليت هذا هو 6 حبات سبرنجات مال الكلاتش قبل الكلاتش و جوز جيت وسبرنجات والفلتر. زين فاليوم ان شاء الله بدل كلاتش البايك ان شاء الله بروجكت يمشي اوكي ان شاء الله كل شيء جوز ايزي. يا 3 2 1 ليش نرش البلايين فورت تعب؟ لا البلايين داخل عشان البلايين داخل انت شد البلايين فورت داخل ممكن تقولوا لنا شنو المشكله قاعد تواجهك حاليا؟ ما واجه مشكله بس بشيلها. ليش قاعد تعصر واير؟ لان هني مسوينا لوس تمبريري لا؟ ايه وبعد التمبريري صار بيرمننت صار وين يتزحزح. سيم الكلاتش نزلنا الاويل شلنا الهيدرز وحين انا ما اعرف شنو الحكمة ورا ان اتنقع الكلتش هذي في الاويل. مكتوب في الوكالة كذي صحيح الكتايب انه لازم تخلي اويل. يعني هل كانت البايكات هاللون يعني نظامها؟ ايه في ناس يركبونهم بدون سوري ما صورنا نفس الاشياء بس يس بطلنا الغاز جيت القديم نسوي هاي بعد تشينج الغاز جيت الجديد كم جير ما يسمون الكلات. يس شوف ها قديم شوف هاي الجديد قاصد قديم دي قديم؟ ايه جديد اوكي بالزبط ما تقدر فالبراشر بيكون زيادة فالكلات شو صار ردي يعني اذا انت متركب اذا شلتها لازم تطالع فيها رقم شوف فيها رقم اوكي فعرفت فالردي هما لازم تطالع عرفت رقمهم الحين يعني هذه 1 و2 هاي 1 فهني هاي مالهم رقم ايه شلون صاير شلون شوف الرقم الجديد شلون في فرق هني تشوف شلون مسحوت صغيرة صغيرة هذي بيكون لا مفرع هاي الظهر شلون؟ ايه شو نكست؟ رقم لا ما يكون هم قاعد اطالع ان الارقام نفس الشيء مكونهم بس ما اشوف يعني عالي بتعالوا حط اوكي
اهم شيء اهم شيء عقب ما تركبون كل شيء انا بني بنحط الغاز جيت في مكان الغاز جيت. اهم شيء تنظفون مكانه كان قديم قديم السيليكون قديم تنظفون شيء تحكونه خفيف خفيف عقب تحطون سيليكون جديد عقب تحطون الغاز جديد عقب تسكونه عقب هذا خلص الشغل حطون اويل طقها زلف الى اللقاء صح. معلومة من السلام أول شيء صكوا الكرانك كيس بعدين لأنه صعب دايركت ونزل معلومة حبيت أوصل لكم صدق إن إحنا نظفنا البايك الحين وركبنا البلوط وكل شيء بس مو معناته إنه خلاص لازم تردون تتأكدون من كل بولت إنه هو متهيئ صح فوق هاي شغلوا البايك دوروا حق أي مصدر ليك تأكدوا من هالنقطة لأن لو في ليك أو شيء معناته في مكان سويته غلط فتأكدوا من هالشيء and stay safe peace. خلود لا 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 برك اللي قاعد ياكل قدامنا ترن ترن عقب ينباطح يقوم يضار ترن ترن علي ضرور.